واضح ان درجات الحراره احنا يعني شغالين في المتوسط العادي، بدات خلاص بقى سيبنا بقى البرد. كانت قال لي ايامه حلوه والله يا جماعه، ايه اللي زعلنا من البرد؟ وحشنا الشتاء قوي، الشتاء وحشنا. زعلانين ليه؟ يعني القاهره 34 20، لا 34 كويس، واضح ان في انخفاض في درجات الحراره الايام اللي فاتت. كويس جدا. امبارح كانت 36 او 37. وقبل كده احنا كنا وصلنا ل 39، لكن 34 20 القاهره، اسكندريه 27 19 رائع، مرسى مطروح 28 18، الغردقه 35 26، شرم الشيخ ارتفاعات بقى درجه حراره 37 27، الاسماعيليه 35 18، بورسعيد 27 21، السويس 35 19. نروح بقى نروح نكمل كده في الصعيد، بس عايزين نقول لكم انه الارصاد الجويه بتقول لنا اسماء انه ممكن في سقوط امطار في اسكندريه وفي مرسى مطروح. يا رب. عايزين نفهمها ازاي؟ يا رب. مش حر، مشكله، مش هنزعل. المهم نروح للصعيد كده ونشوف مع حضراتكم درجات الحراره في الصعيد. المنيا 36 21 نوعا ما، المنيا كويسه، سوهاج 41 26، الاقصر 41 27، اسوان كعادتها الايام اللي فاتت بتسجل اعلى درجه حراره على مستوى الجمهوريه 44 28، العريش 30 17، نخل 30 13، طابه 35 18، الطور 29 21، كاترين 30 15، الجو مشمس، مرسى علم 34 25. كمان يا اسماء في توقع لسقوط امطار، وما بين قوسين كده الارصاد الجويه بتقول لنا ممكن تكون امطار رعديه وغزيره في مرسى علم، مطر خير بقى. وشلاتين 33 21، حلايب 30 23. نروح معاك يا دكتور. وسط الدلتا 33 19، ودمياط 26 22، بلطيم 28 20، الفيوم 36 21. يعني واضح ان الطقس معتدل، ما عدا طبعا لاحظنا في جنوب البلاد الاقصر واسوان الله يكون في عونهم الدنيا بتبقى نار، لكن بالليل بيبقى الجو حلو قوي هنا. هو جو قاري، تلاقي الصبح حر جدا وبالليل الجو ساقع بالظبط كده.